مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الاثنين 4 اكتوبر؟ يوم القمر رافقنا من برج العذراء الترابي، الاجواء صارت افضل واحسن للابراج الترابيه. مواليد برج العذراء بالطليعه الجدي، ايضا مواليد برج الثور، كذلك مواليد برج السرطان بيستفيدوا اليوم، ومواليد برج العقرب. كيف بده يكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل، طبعا لازم تتابعوا جميع المواليد، لازم تتابعوا الأبراج الشهرية والأسبوعية، صارت موجودة عندي على تشانل. منبلش مع برج الحمل. مواليد برج الحمل، اليوم نهاركم طويل، رح بتلاقوا حالكم مشغولين، عم تركضوا، بتتعبوا يمكن شوي، يمكن بتتعبوا فكريا، يمكن بتتعبوا جسديا، حسب انتو كيف منظمين وقتكم. الأجواء متقلبة فقط إذا انتو منكم منظمين. إذا مرتبين كل شيء بيطلع كتير منيح، حتى بشغل البيت، حتى بشغل المدرسة، ولادكم، أنتوا بكل شيء كونوا مرتبين لحتى ما تتعبوا. الأكثر عرضة للمتاعب اليوم بده ينتبه هو مولود 2 و3 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور، اليوم نهار بيريح مواليد برج الثور، بيعطيهم ثقة بالنفس، بيعطيهم قوة، بيعطيهم جو من الراحة، جو من الألفة، جو من الأجواء الخدماتية من حولهم. فاليوم بيلون بيطمن، الأجواء بتتعاطى معهم بطريقة كتير حلوة. مواليد برج الثور اليوم مفروض يكونوا رايقين، مرتاحين على وضعهم، وكل شيء ماشي بطريقة سلسة. يلي بتعقد معكم ارجعوا كملوا تابعوا، ما تفقدوا الأمل. 15-16 أيار مايو من الأكثر حظا. مولود برج الجوزاء، ما تنزعج وما تتضايق، شو ما صار من حولك، شو ما صار بالقرب منك، شو ما صار ما تتضايق. الأجواء اليوم عند مواليد برج الجوزاء شوي بيرسونال، شوي شخصية، يمكن حدا بيأذيك على الصعيد شخصي، يمكن ما بيقصدوا، كلمة صغيرة بتطلع بالغلط، بتفكروا حالكم انه هيدا شيء ضدكم. ما تاخذوا الامور من هالمنحة، ما تاخذوها على منحة شخصي، كبروا عقلكم اليوم لحتى يمشي الحال. الجو العام ايجابي، فما تكبروها وما تعظموها. بالنسبة لبرج السرطان، الجو اليوم عند مولود برج السرطان بيساعد مواليد برج السرطان لحتى يفهموا اللي بدهن اياه، يحكوا بطريقة سلسة واضحة ومنطقية أكثر. الجو اليوم بيساعد مواليد برج السرطان على الكتابة، على الفصاحة، كلامكم فصيح جدا، كلامكم بيقدر يوصل ويترك نوعا ما من أثر إيجابي، انطباع مهم لدى الآخرين. في حركة كتير، في قوة وطاقة جسدية وفكرية. فيها تكون الأكثر حظاً 16-17 تموز يوليو. منكمل مع برج الأسد. مواليد برج الأسد، وجود القمر برج العذراء، وجود الشمس ببرج الميزان كله وراء بعضه، معناتها مولود برج الأسد عم الطاقة اللي عنده عم تركض ركض وبطريقة سلسة ومنطقية متسلسلة. وبالتالي اليوم مولود برج الأسد فيكم من الأشخاص المهمين يلي بيقدروا يستلموا أي مسؤولية، وبيشوفوا أنه كلها عم تمشي بطريقة جيدة. هذا طبعا اللي محضر حاله. الأكثر حظا 15-16 آب أغسطس. مواليد برج العذراء، القمر ببرجكم من امبارح الاحد، وبالتالي مواليد برج العذراء ما عندكم اي عذر لتقولوا مش ماشي الحال. هنالك جو مناسب لمواليد برج العذراء بيسمح لهم انه يكونوا هن اللي عم بيقرروا، اصحاب القرار لعملهم، لحياتهم، لامورهم الخاصه. فمواليد برج العذراء الاجواء عندكم اليوم انا بعتبرها مناسبه وحلوه، و بتخليكم تكونوا فعلا أصحاب القرار وقادرين إنكم تقرروا أموركم أنتوا والأمور للأشخاص من حولكم يلي بطلب منكم المساعدة أو الرأي. رأيكم واضح اليوم، يمكن يفيد الغير، يمكن ما يفيده، لكن رأيكم واضح. الأكثر حظا كلكم محظوظين اليوم بشكل خاص. 7-8-9-17-18 سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان بدكم تنتبهوا اليوم. اليوم مواليد برج الميزان وبسبب وجود القمر ببرج العذراء يمكن الأمور تكون هادية عندكم اليوم، يمكن تكون رايقة اليوم، يمكن تكون الأمور عندكم نوعا ما بطيئة. بطيئة يعني ما بتعطيكم حقكم، تحسوا إنه الأمور عم تركض، الناس عم تركض، وأنتوا واقفين بالصف وكل الصفوف عم تمروا إلا أنتوا. صايرة مع الكل هاي، كونوا هون بتروحوا لهون بيوقف هيدا، بتروحوا لهون بيمشي التاني. فالأجواء اليوم عند مواليد برج الميزان شيء من هالقبيل. ضلكم مطرح ما انتو، ما تكتشفوا، ما تغيروا، ما تعملوا شيء، لأنه مطرح ما تروحوا رح تضل الأمور بطيئة. هي نوعية وقت لمواليد برج الميزان لحتى ترتاحوا،
لحتى ما تركته فما تتهوروا، بعده عن المشاكل بشكل خاص 5 و6 أكتوبر، و يلي عندهم وعيد يمكن لازم يطلع قبل بوقت، لازم أيضا تدققوا على مواعيدكم. كمل مع برج العقرب، مواليد برج العقرب نهار جيد مناسب لمواليد برج العقرب، وجود القمر برج العذراء رح بيساعدكم، شهلوا بين اليوم وبكره، اسمعوا الأبراج الأسبوعية ضروري، لأنه أنتم من الأبراج يلي لازم بهالأسبوع تعرف وقتها كيف بده يكون الأحوال الفلكية كيف بدها تكون. فمواليد برج العقرب اليوم نهار جيد، استفيدوا منه للماكسيموم للماكسيموم، يلي بتقدروا تخلصوه خلصوا. كوكب الزهرة بيحملكم أخبار سارة جدا إذا كنتم من مواليد 18-19 نوفمبر. كمل مع برج القوس، مواليد برج القوس حتى ولو حسيتوا حالكم أنه نئزنين خايفين أو مرعوبين أو عتلانين هم، الجو منه سلبي. كل شيء مطلوب منكم تخلوا البسمة على وجهكم، كونوا بروفيشنال، وإذا ما بتعرفوا شيء قولوا بكل ثقة أنه ما بتعرفوا، بتعرفوا شيء تاني، يعني فرجوا انه انتم بتعرفوا ولكن طبعا انتم واضحين انه ما بتعرفوا. الاجواء اليوم فيها تكون كتير بروفيشنال، يلي بيكون محضر حاله اليوم في يوصل الى اعلى النقاط. الاكثر حظا 23-24 نوفمبر تشرين الثاني. كمل مع برج الجدي، مواليد برج الجدي نهار كتير حلو، من الايام يلي بترفع من شأنك، من الايام يلي بتقدم لك الكثير من الفرص، بتقدم لك بعض الخط العريض، الخطوط العريضة، بمعنى أنه في احتمال يكون في عنوان جديد لشغلك لعملك لأسبوعك، يمكن يوم سعيد تفرح فيه بتتقدم فيه وتنجح في لفت الأنظار. استفيد من هذا اليوم، استفيد من هذا اليوم لحتى تتقدموا لحتى تصالحوا مع ذاتكم. الأكثر حظا فيها تكون مواليد 1-10 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الدلو، مواليد برج الدلو الجو اليوم ليس سلبيا، هذا اليوم هو لتصحيح أخطاء ولحتى تحضروا حالكم لتغييرات إيجابية حلوة كتير ابتداء من بكرة بعد الظهر. فمواليد برج الدلو ما تضيعوا الوقت، بلشوا زبطوا، شوفوا شو الغلط زبطوا وحضروا حالكم لبكرة بعد الظهر. اليوم نهار يمكن يكون في شغل، يمكن يكون في تعاطي مع جهات تانية، عم تحطوا إيدكم بإيد الآخرين لحتى تخلصوا يلي موجود قدامكم، وهيدا الصح يلي لازم تعملوه. انتبهوا من بعض المعاملات تابعوها ودققوا فيها مع أشخاص اختصاصيين، بشكل خاص 27-28 كانون الثاني يناير. بكمل مع برج الحوت، مواليد برج الحوت حتى ولو استفزوكم، حتى لو سمعتوا كلمة يمكن منا مقصودة، حاولوا أنه ما تاخدوا كل شيء على محمل شخصي، مش أنه كل شيء هو ضدكم. الأجواء اليوم عند مواليد برج الحوت متقلبة شوي، لكن أنتوا ما تكونوا هالقد عاطفيين، أوقلكم شوي وعملوا عملوا كأنكم ما سمعتوا، كأنكم ما سمعتوا. من ناحية إيجابية هنالك طاقة كتير كبيرة اليوم، مواليد برج الحوت أقوياء جدا، أقوياء جدا، ما بنخاف عليكم. الأكثر حظا 16-17 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة بتطلب منكم إنكم تاخذوا الأمور من منظار مختلف، من منظار مختلف، مش مثل ما هي الأمور. يمكن تلاحظوا إذا بتدققوا أكثر راح بتلاحظوا إنه بحياتكم في أشياء لازم لها دعم أكثر، يمكن شهادة، يمكن معلومات أكثر، يمكن اختصاصيين أكثر بحياتكم، تتعلموا شوي أكثر مهارة، فيها تكون مهارة فنية، فيها تكون مهارة اجتماعية، ليش لا؟ أكاديميا أيضا، هيدي السنة لازم تهتموا فيها أيضا بصحتكم. أكتوبر، ديسمبر، شباط، فبراير، أدار، مارس من أهم الأشهر. بدي أتمنى لكم يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.